سؤال لسيادة الوزير وسيادة الوزير خارجية المجر أستاذة رضوى السيسي جريدة الجمهورية. سؤالي لمعالي الوزير الدكتور بدر عبد العاطي. يعني شاهدنا اليوم توقيع مذكرة تفاهم مشترك ما بين محطة الضبعة المصرية ومحطة باكشتول المجرية. يعني معالي الوزير رؤيتكم بشأن سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين سواء في مجال الطاقة النووية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. شكرا جزيلا. كما تحدثت وتحدث أخي العزيز الوزير بيتر، هناك مجالات كثيرة للتعاون. طبعا التعاون في مجال تكنولوجيا المفاعلات النووية كما تفضل معالي وزير الكهرباء والطاقة، وأوضح أن ده مجال مهم جدا. مصر بتعمل على تعزيز طبعا إمكانياتها في مجال الطاقة. مصر مركز رئيسي لتداول وإنتاج وتصدير الطاقة بمختلف مكوناتها. هناك طبعا الغاز الطبيعي، هناك أيضا الطاقة المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة، هناك الطاقة النظيفة، هناك أيضا الطاقة النووية. والعالم الآن في ضوء ما يواجهه من تحديات خطيرة بدأ يعود بقوة إلى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، خاصة في ظل معاملات الأمان العالية التي تم تحديثها. والمفاعلات المصرية في منطقة الضبعة هي على أعلى مستوى، وستسهم في توليد أكثر من 4.8 جيجا وات من الكهرباء، وبالتالي ده كله ده بيسهم في دعم عملية التنمية، وأيضا يسهم أيضا في تصدير الطاقة والكهرباء الفائضة عن احتياجاتنا إلى الخارج. نحن نتحدث عن المستقبل، نتحدث عن مشروعات ربط مع أوروبا. هناك مشروع للربط مع اليونان بإجمالي 3000 ميجا وات، هناك مشروع مماثل مع إيطاليا أيضا، وكلها كهرباء مولدة من مصادر جديدة ومتجددة. مصر لها دور رئيسي وهي مركز رئيسي لإنتاج وتداول الطاقة، وأوروبا حريصة على التعامل مع مصر وأن تكون هي المركز الرئيسي الذي يساهم بالفعل في دعم أمن الطاقة في أوروبا. ونحن بالتأكيد حريصين على هذا الأمر وفقا لمبدأ تحقيق المكاسب للجميع. نحن نستفيد وهم يستفيدون أيضا. وهناك مجالات عديدة ترى يعني للتعاون في الاتصالات، في الزراعة، في المياه، كل هذه مجالات كبيرة للتعاون بين بلدين صديقين يحرصان على تحقيق المصالح المشتركة للبلدين. أستاذ محمد مصطفى وكالة أنباء الشرق الأوسط. مساء الخير يا فندم. سؤالي موجه للوزير المجري. ينعقد اليوم منتدى الأعمال المصري المجري. ما هي رؤيتكم لإمكانية توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين ليشمل مجالات جديدة؟ شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. قصص النجاح التي حصلت حتى الآن، إضافة إليها هناك مجال معالجة المياه التي هي قيد التحضير الآن، هناك استثمار لشركة مجرية قيد التحضير الآن في مجال تطوير أنظمة الري في مصر، وطبعا من أجل تطوير قدرات صناعة المواد الغذائية والأراضي، خصوبة الأراضي المصرية وتوفير المياه. طبعا إن شاء الله هذا النظام الري الجديد سيتم تنفيذه في مستقبلا في مصر. وكذلك هناك أيضا مجال تعامل صناعة الأدوية المعلوماتية، الطباعة، وشركات البناء التي رافقتني إلى هنا. هذه هي المجالات التي أتمنى أن يكون هناك اليوم اتفاق بين الشركات ونظرائها حتى في طبعا في العشر سنوات الماضية زادت بنسبة ضعف ونص التعاون التجاري، وإن شاء الله في المستقبل سنزيده أيضاً.